بسم الله، هنبدأ الدرس الخامس مع جوجل مابس. هناخد المرة دي حاجة اسمها UI Controls، User Interface Controls. الكنترولز اللي موجودة في User Interface عموما لما نيجي نفتح أي ماب، عندنا أول حاجة الزوم. الكنترول بتاع الزوم بنستخدمه اللي هو بيبقى زرار الزائد والناقص اللي بيبقوا موجودين في الطرف، لو عربي يبقى على اليمين، لو انجليزي يبقى على الشمال، تو انكريز اور ديكريز الايه؟ الزوم ليفل، عشان نقلل ونكبر ونصغر زي ما احنا عايزين الماب وحجمها من على السلايدر اللي على اليمين او على الشمال. السلايدر دوت طبعا على حسب شكل الماب، لو كان عربي زي ما قلنا بياخد الجنب اللي على اليمين من تحت، لو كان يعني زي الماب اللي احنا عملناها كده مثلا بالعربي، فجاء هنا الزوم اهو ادي الزائد والايه والناقص بتاعي ماشي. البان وده بيبقى اباف يعني فوق الزوم سلايدر دوت، ودوت عشان تقدر تتحرك في الماب. البان ده اللي هو الشخص ده لما تكون انت عايز تتمشى مثلا على سبيل المثال بتتحرك فيه وتقدر تتمشى في المكان اللي انت ايه في المكان اللي انت طالبه. وقت ما بتطلب انت انك انت تطلب البان ده، فبيبدا يشتغل معاك على اساس ان انت تنزل في المكان اللي انت عايز تتحرك فيه يعني. لو كان مفتوح يعني مش كل مواقع بيبقى مسموح فيها اللي هو ده عباره عن تجول افتراضي، اكنك بتتمشى في الشوارع هناك او كده، ده كان مسموح نخشها اساسا. ما علينا دلوقتي. دي بالنسبه للبان. الماب تايب مقدر طبعا تلوكيت تحدد مكان الكنترول دوت للتوب رايت كورنر على اليمين من فوق للماب، بتديك للماب دي اوبشنز بقى انك تشوف ساتلايت رود ماب ترين زي ما شفنا والكلام ده كله خلاص. ودي طبعا الماب تايب بتبقى موجوده عندنا اهوت، عايز تشوفها قمر صناعي، عايز تشوفها خريطه او تضاريس الى اخره، خريطه متضمنه التدريس او من غير متضمنه التدريس الى اخره. طيب ده الماب تايب. اخر حاجه الستريت فيو ما بين البان ايكون والزوم سلايدر، بيبقى في عندنا بيج مان ايكون، بتدراج الايكون ده وتحطه في لوكيت عشان تشوف الستريت فيو. ده البان اللي احنا شفناه من شويه، فاحنا بس استعجلنا كده. الستريت فيو اللي احنا شفناه ده اللي عشان تعرف تشوف ستريت فيو لكنك شايف الشارع. اما البان ده كان بيبقى موجود هنا كده، كان عباره عن كده عن ايكون كده زي الجي بي اس ساعات، او زي اربع اسهم كده من جميع الجهات كده فتره من الفترات بتتغير يعني على حسب الايه على حسب شكل الفتره. يبقى ده الستريت فيو خلاص، وده الزومينج تكبير وتصغير خلاص، وده الرؤيه الافتراضيه للشوارع وكده. طيب دول الاربع ديفولت كنترولز اللي موجوده. اول حاجه عايزين نشوفها ازاي امتى بنديسيبل الديفولت يو اي كنترولز اللي موجوده في جوجل، ازاي نعملها ديسيبل ديفولت يو اي على الماب اوبشنز، يعني ازاي نوقف او نعرض حاجه معينه او كنترول معين او زرار معين ماشي. عشان نعمل ده احنا ممكن نديسيبل اليو اي كنترولز ديت من خلال خاصيه زي ما احنا ذاكرين كده اسمها ديسيبل ديفولت يو اي. ديسيبل ديفولت يو اي لما نخلي القيمه بتاعتها ترو في الماب اوبشنز، يعني اي حاجه من الحاجات دي ممكن نحط القيمه بتاعتها ترو في الماب اوبشنز. يعني على سبيل المثال ناخد كده مثال من الامثله، تعال نوقفهم كلهم، تعال نروح على اللود ماب بتاعتنا، فين الماب اوبشنز؟ ادي الماب اوبشنز اللي كان فيها السنتر والزوم والماب تايب اي دي. هو جاي قال له كلام جميل كوما، وكمان هزود لك في الاوبشنز حاجه ثانيه اللي هي ديسيبل خلاص، هتوقف الديفولت يو اي. يبقى كده معناها وقف لي الزراير الايه؟ الديفولت اللي بتطلع لي. قلت له ايوه وقف، ايوه دي يعني ترو خلاص، وعملت سيف وارجع اعمل ريفريش لللود ماب. انت تلاحظ على طول هو عمل اصلا على طول ريفريش، اللي حصل شالت الايه الزراير اللي كانت موجوده
اللي كانت ظاهرة هنا اللي عشان نكبر ونصغر ونحول كله اتشال، صح كده؟ يبقى دي اول حاجه نعملها ان احنا نديسيبل الايه اليو اي ديفولت كنترولز كلها ونشيلها من على ايه، من على الماب. طيب كلام جميل.